بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي كلمتين بس مختصرات كده دار أقولهم بالنسبة للحكام ولا للمؤتمر الوطني ولا للسياسيين ولا المهم العصابة الماسكة البلد دي. أنا حسي مستغرب، يعني أول حاجة أغلبية الناس دي طبعا عندها جوازات أوروبية يعني وجوازات أمريكية، اللي هو سواء صلاح قوش وما عارف علي عثمان والجماعة دي، تمام. حس بكرة شغلانية لو كتمت الناس كلها حتتخارج. هو كيف ناس عندها جوازات أجنبية وتحكم البلد دي؟ ما تعتبر خيانة أصلاً. المفروض الدستور ده يتعدل ويخدوا مادة في الدستور إنه الواحد يشيك ذاته على أهله وتاريخه ويشوفوا مدى الوطنية بتاعته. ما يجيبوا لنا ناس عندهم جوازات أوروبية بكرة وكده يحصروهم بيتخارجوا وبيمشوا الدول الثانيه. زي عندنا واحد من الجماعه عنده جواز واحده من الدول ما اقدر اذكر المهم، وكذا الشغلانيه كتمت قامت خارج مشي هناك. طبعا ما حقدر زول يلاحقوا ولا زول يسالوا قانونيه. فاي زول ثاني بعدها حيترشح لرئاسه الجمهوريه اذا ما كان سوداني وناس بحثت ورا تاريخه وعرفوا هو ذاته واصله شنو بالضبط ما يترشح ثاني. ما ممكن احنا حاكميننا اجانب واحنا ما جايبين خبر. يعني ده يعني كلام خطير، لكن أغلبية الناس طبعاً ما بتشتغل بالموضوع ده، وديلاك طبعاً هم داسين المواضيع دي وفي منهم عارفيننا يعني. فدي الموضوع ده خطير جداً، لكن احنا ما شغالين به شغلة، ودي حاجة مهمة طبعاً. أنا مستغرب كيف حد مننا أجانب، فلان البريطاني داك ما عارف منو، والأمريكي فلان، والبتاع هنا، عشان كده احنا متعذبين. ما في سوداني حاكم. حسي بكرة لو كتمت الناس كلها حسافر تسقطوا بس.